والآن مع بانوراما أونلاين وأبرز التداولات في منصات التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية، وفيها نستعرض مقاطع ومنشورات عن جريمة القتل التي وقعت في كفر كنا مساء أمس، وراحت ضحيتها بيان نصار عباس البالغة من عمرها 29 عاما. إذن أقدم مجهولون على إطلاق النار على أحد المنازل في قرية كفر كنا مساء أمس، ما أدى لإصابة بيان عباس في ساحة منزلها أمام أعين طفليها قبل أن تنقل إلى المستشفى وهي في حالة حرجة، لتقر الفرق الطبية وفاتها في المستشفى الإنجليزي في مدينة الناصرة متأثرة بجراحها. زوج المرحومة بيان نصار عباس فادي عباس تحدث للصحفي وليد مصطفى زعبي عنها ساعات بعد وقوع الفاجعة. وأنا بموت عليها، بموت عليها، يعني بحب، يعني كثير أكثر ما بتتصور قديش كنت أحبها، لأنه أنا أخطها يعني عن حب، هي تنقايتي أنا وأخطها عن حب. كنت مدللها يا زلمي، كنت مبسطها اللي بدها إياه يا زلمي، عيوني كنت أعطيها هي. أيضا نغم عباس وهي قريبة المرحومة بيان تحدثت للصحفي ضياء الحاج يحيى عن التفاصيل المروعة التي وقعت مساء أمس والتي أدت إلى مقتل المرحومة بيان. بس أنا توجدت على هالحدث تقريبا دغري. المرة قتلتها رصاصة وحدي، وعشان تكونوا عارفين كمان كل العالم تعرف، الرصاصة مش بالغلط، ما حدا يقول بالغلط وما حدا يكتب بالغلط، لا، هو قتلها بالصح لأنه هو شافها، شاف إنه مرة معها طفل ومعها جوزها، طخ عليهن وبيان هربت. بيان كانت غاد وهربت هون، هربت من الطخ هون، شافها وكمل طخ عليها، أجت الرصاصة فيها وقعت وماتت. أنت خايفة على حياتك؟ طبعا أنا خايفة على حالي، على أهلي، على قرايبي، على الكل، لأنه هذا البني آدم وحش، هالبني آدم بني آدم فيش عنده إيمان بربه، فيش عنده إيمان بربه، بخافش الله، فيش عنده ضمير، وكل البلد وكل البلدان المجاورة والشرطة بيعرفوا من هو، واللي هو كمان بقعد ببيته حامي حاله بالمملكة اللي عنده، هو بيبعث كلابه يطخوا علينا وعلينا وعلى هذا وعلى هذا. وكمان شغلي، نفس اليوم اللي انقتلت فيه بيان الصبح، هذا هو الشخص نفسه طخ على ابن عمي وهو رايح على الشغل، صالح عباس طخ عليه، والحمد لله ربنا لطف انه اجت بالسيارة، وهذا الشخص صالح ورايح على الشغل معاه عدة اشخاص، شغيلي رايحة تترزق، رايحة على شغلها، هاي الشغيلي مش من عيلة عباس وبتقرب الناس، شو ذنبها انها هي الناس انها تنطخ عليها؟ برضو صالح شو ذنبه؟ ليش هذا البني ادم بده يقرر انه هو ينهي حياة اللي بده اياه؟ ايش بعد بده؟ شفته انسان بيقتل وبرفض الصلح، هو بن آدم رفض الصلح. إحنا المقتولين إحنا بدناش يصير في مشاكل وعنف، بدناش حدا يروح منا كمان زيادة، هو رفض هذا الإشي، هو بده يقتل كمان وكمان، ووصل وحكى أنا بدي أقتل أولاد صلاح، المرحوم صلاح، أنا بدي هيك وبدي هيك. الكاتب الصحفي وديع عواودي ابن بلدة كفر كنا تحدث بتأثر شديد عن آخر منشور كتبته المرحومة بيان وهي تتحدث عن ابنها رامي، لنسمع لما قاله عواودي في هذا الشأن. يعني صعقت بما كل ما تعني الكلمة، كانت في أحد منشوراتها، رب المنشور الأخير، تخاطب نجلها هذا الطفل البكر البريء هذا الملاك، تقول له: رامي هو أميري، هو صغيري، هو سعادتي، هو ملاكي، هو حياتي، هو مدللي، هو كل شيء، يا الله لا تريني حياة من دونه ولا تريني فيه بؤسا يؤلم قلبي، يا الله. هذا ما كتبته في آخر منشوراتها هذه السيدة المغدورة من طرعان. على ما يبدو شاء القدر أن تتحقق هذه الأمنية بشكل معكوس، مفجع، محزن، موجع. وأنا يعني أقول بكلمات متلعثمة، أحاول أن يعني أجمع نفسي في ظل هذه الفاجعة الكبرى، لن تجد هناك عبقري في هذه الدنيا من سيشرح ويستطيع أن يقنع رامي لماذا قتل، لماذا يستخدم السلاح، لماذا تسكت القيادة العربية، لماذا لا تخرج القيادات العربية عشرات الألاف إلى الشوارع لمواجهة هذا الغول. لا نريد أن نذهب إلى تل أبيب، ولكن لماذا لا نخرج إلى حماية أنفسنا وأطفالنا ونسائنا
من هذا العنف الذي يقتل فينا أرواحنا ويؤدي إلى تهتك النسيج الاجتماعي الأهلي الذي يجعل المجتمع المتماسك الذي يعمل بالعمل الجماعي إلى أفراد كل يسأل عن نفسه لينجو بنفسه. هذا ما يعرف بعلم النفس عملية فقدان المناعة الأهلية وفقدان العمل الاجتماعي. إذن للتذكير تأتي هذه الجريمة بعد عام واحد على مقتل الفتاة الطالبة رزان عباس التي فارقت الحياة بظروف شبيهة جراء إطلاق نار عشوائي استهدف أحد الأحياء السكنية في قرية كفر كنا. مستشارة المجلس المحلي للنهوض بمكانة المرأة السيدة نجلاء مقاري كتبت: لن نصمت، فقدنا رزان، وبعدها بيان: لم نعد نتحمل مرارة الفقدان، فقدنا الأمن والأمان، رصاصة الغدر معرضة أن تطال كل إنسان، لن ولن نصمت بعد الآن، سنقف اليوم وقفة غضب احتجاج وامتعاض، لعنة الله على كل سفاح يحمل السلاح. ودعت أيضا في هذا المنشور للمشاركة في التظاهرة التي أقيمت اليوم في ساحة العين. الرحمة لبيان عن النصار عباس التي بمقتلها ترتفع حصيلة القتلى جراء العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ بداية هذا العام إلى 31 قتيلا، ما يشكل ارتفاعا ملحوظا في تعداد القتلى مقارنة بالأعوام الماضية. وبهذا نكون قد وصلنا لختام بانوراما لهذا اليوم، وهذه تحياتي لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.